يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن بعض المعاصرين ينفي نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، يشكك فيها، شكك في غيرها، شكك في غيرها، من رسالة الصلاة للإمام أحمد شكك فيها. نعم. فإذا ورد في هذا الكتاب بعض الألفاظ المخالفة للعقيدة، ما فيه يا أخي ألفاظ مخالفة للعقيدة، ما فيها ألفاظ مخالفة للعقيدة، لا، من قال إن فيها ألفاظ مخالفة للعقيدة؟ نعم.